ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش نتوما مع قرار ارجاع التعليم عن بعد. الا بغيتوا تعرفوا الارتصامات ديال الناس يلاو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل شيء مزيان، كل شيء بخير. كنتمنى من هذه القناه ان تزيد القدام، وراه زعما فيها الناس زعما تبارك الله يعني عندهم كفاءه يعني يستحقوا التنويه، وهذا يدلون يجرونا الى بزاف الحوايج لانهم ما كنشوفوهمش في القنوات الصرف الصحي على اي بكل تواضع. بكل تواضع بغيت نعطيك واحد السؤال وتجاوبني بصراحه. أيه؟ واش انت مع او ضد قرار يعني الرجوع التعليم عن بعد؟ التعليم عن بعد يعني بواسطه الطابليت ياك، يعني عن بعد. عن بعد ورا. انا كان هذه الفكره هذه ما لا احبذها، كنحمل يعني بصريح العباره غير مرفوضه من عندي. علاش ما يكونش التعليم عن قرب؟ الناس يمشيو يقراو وراه ما كاين والو، حيت قالك زعما راه كاين اوميكرو دخل عاوتاني. لا اوميكرو لا اوميكرو، كاين غير صداع. هو دابا راه ما كاينش شي قرار حكومي، دابا راه يعني ولو يديروا قرار حكومي كيتما باط ما بني على باطل باطل. دابا الهضره شيعه وصا بلا بلا بلا، والناس كتضرب بالفلوس في الجيب، وحنا راه ضحايا. هادشي اللي غنقول لك، حنا راه ضحايا. دابا انت مع ضد؟ انا ضد، انا مع ضد، وديما ضد وضد، وتزرع على وسطرايا بالخط الاحمر بكل تواضع. بكل تواضع. والتعليم عن بعد كانت بزاف عنده بزاف ديال الاثار السلبيه على التلامذ. حنا كنعيشوها الان في الاقصى، لان التلامذ اللي ما قراوش اللي قراو عن بعد يعني المستوى الدراسي ديالهم تاخر بزاف مقارنه بالتعليم الحضوري. يعني التعليم الحضوري كيبقى حل اللي هو احسن، يقدر يكون حتى التعليم بالتناوب يكون يعني حل اللي هو احسن من التعليم عن بعد. هو دابا راه ماشي ما كاينش قرار حكومي، دابا غير رايجا في الشارع المغربي رايجا بان غنرجعوا يعني التعليم عن بعد. وهادي يعني انت قلتي بان التعليم الحضوري احسن من التعليم عن بعد. التعليم الحضوري ولا التعليم بالتناوب تيبقى بألف مره احسن من التعليم عن بعد. غنسولوا الوليد، وانتايا كيجيك التعليم عن بعد ولا الحضوري اللي مزيان؟ الحضوري اللي مزيان، اما زعما داك التعليم عن بعد بحال تقول بحال كتكب الماء في الرمله. بحال كتكب الماء في الرمله. ولكن الحكومه باقا ما قراتش. لا باقا ما قراتش، ولكن الراي ديال العام انا ضد هذه الفكره، لان التلميذ خصو يقرا في القسم، خصو يكون حضوري. علاش؟ لان باش يستافد التعليم عن بعد ما كاينش بعدا اللي غادي يشرح ليه دروس، ما كاين بزاف ديال الحوايج، غادي الدري غادي يضيع. مثلا اذا كان غادي يقرا راه ما غاديش يقرا 100%، غيقرا تقريبا 40 ولا 50% كاع نعطيو. يعني هذا ماشي صالح للمجتمع ديالنا. يعني التعليم خصو يكون تعليم حضوري، خصو يعني التلاميذ يحضروا والاساتذه يقريوهم كما كانوا تيقراو، يشرحوا لهم دروس ديالهم. ما كاينش اللي غيشرح لي دروس ديالهم، كيفاش التعليم على بعد؟ انا ضد الفكره. خصهم يحضروا ويقراو ويديروا لي بروتيج ديالهم، كمامات، شي ديال التعقيم، بزاف ديال الحوايج. هذا هو الراي ديالي تنقول انا. شكرا، تحيه جميل خويا. انت لا اكيد ما غاديش نتقبلوا هذه القضيه هذه. ديجا دوزناها ودازت علينا خايبه بصراحه، تجربه خايبه ما عندها حتى شي معنى. كنفيقوا الصباح نبقى جالسه، راه انا اللي كنقرا ماشي هي كتصيفطها للقسم، وكتبقى وداك الجو ديال الدراري وهذا، وها العاري انها تجاو، فما بالك جالسه في الدار وناسا. وثانيه ما غتفهم حتى حاجه في القسم، كتمشي الاستاذه كتشرح وكتعطي امثله، وكنجيو للدار وكنعاودو نديرو مراجعه، والدرس نسبيا كتفهمو. اما في هذا الدراسه عن بعد راه حنا اللي كنقراو ماشي هما. انت دابا ضد التعليم عن بعد؟ اكيد ضد. وانت هي؟ ما بغيتش انا نقرا عن بعد، حيت فاش كنمشي نقرا الاستاذه كتعطينا امثله في القسم، وكان حنا كنطبقوهم في الكتوبه. يعني انت بغيتي تقراي في المدرسه؟ اه، ماشي في الدار. لا ضد عن بعد، ما ماشي هو هذاك. الناس خصهم يرجعوا للمدرسه، والتلاميذ يتاقلموا مع المدرسه، والتعليم مباشر ماشي هو عن بعد. الحقيقه ديال الله انه عن بعد كي غيديروا؟ راه كاين اللي ما عندوش حتى البورطابل ديال الواتساب، راه كاين بزاف الناس ما عندهمش كاع تليفون في الواتساب مساكن. كاين ناس اللي ما عندهمش، الناس الراقيين هما اللي عندهم طابليطات تليفون كبار. كاين مسكين اللي عنده تليفون وعنده ثلاثه الاولاد، كيفاش غيقريهم عن بعد؟ راه مشكله هذه. نتمنوا من الله يبعدنا هذا الوباء، ولكن نتمنوا هذا القرار ما يكونش، يكون المدرسه التعليم يكون مباشر. هو باقي القرار ما كاينش، ولكن الهضره ريجه، ونتمنوا هذا القرار ما يطبقش، يبقى التعليم في المدارس ديريكت. وهذا الشيء ديال بون بعد انا ما متفقش معكم عليه.